فيلم بطولة أستاذ محمد رمضان. اللي كتبوا الفيلم محمد دياب، شيرين دياب، وخالد دياب، وإخراج محمد دياب. المفروض هم يخشوا قريب جدا جدا. فيلم أنا أعتقد أنه هو حاجة جديدة، أول مرة نشوفها، قصة أول مرة نشوفها. طبعا أنت لما بتدور في التاريخ المصري بتلاقي أحداث تصلح تبقى أعمال سينمائية أو درامية، فده يعني عمل ما شفناش قصته قبل كده، وموضوع لم يناقش من قبل. أستاذ محمد رمضان أنا شايفه موهبة استثنائية حقيقي، سواء على مستوى التمثيل، على مستوى الغناء. هو شخص لطيف جدا، على المستوى الإنساني هايل ممتاز. يعني لو تعاملت معاه هتلاقيه منتهى البساطة، مفيش إيجو، الدنيا ماشية وبسيطة. فنان، فنان حقيقي. هل فيلم بيحضر له خالد دياب بعد النجاح الكبير يلي حققه مسلسل أشغال شقة خلال الموسم الرمضاني؟ وما كان فينا نفوت هاللقاء بدون ما نعرف منه شو كان سر حماسه هو وشيرين دياب لهيدا العمل، وكيف كانت كواليس التصوير. لازم أشكر أول حاجة شركة الإنتاج إي بروديوسرز اللي هم تحمسوا لهذا العمل. صاحب الفكرة من الأول هو شيرين دياب، أختي والكاتبة والرايتنج بارتنر، يعني بنكتب سوا مع بعض معظم الأعمال. القاضي هيكشفنا عربي، القاضي هيكشفنا. ممكن نص جنيه؟ احنا هنتحاسب دلوقتي، احنا متفقين لما نخلص. انت متخيل مثلا ان انا حسابي نص جنيه؟ في حد حسابه في الدنيا اصلا دلوقتي نص جنيه؟ انت لو اديته النص جنيه ده لشحات مش هيدعي لك يا دكتور. هشام انا انبهرت بيه بقى على مستوى التمثيل، يعني هو الناس دايما كانت حاطه هشام ماجد في حته الكوميديان مش الممثل. انا بقول الراجل ده ممثل هوليودي، يعني فاهم تماما يعني ايه كوميديا، وفاهم يعني ايه تماما دراما، وفاهم يلعب الكوميديا منين من غير ما يبوظ الدراما، بالعكس بل يضيف لها. وطبعا الحمد لله ردود الفعل على ادائه، وقد ايه ماسك الشخصيه، وقد ايه كان جاد هو في عز الهزار يعني والهلس، كان في غايه الجديه، ده كان شيء ممتاز. اسماء جلال في غايه الذكاء، في غايه الشطاره، في غايه الالتزام. بص كانت البونبونيه بتاعه المشروع. مصطفى غريب ده سكر السكر، وانا بقول عليه مش بس موهبه كوميديه خارقه، ده ممثل درامي ثقيل جدا حقيقة. فعلا الكواليس كانت في غايه اللطافه، يعني كنا بنقعد مع بعض كده في كل مشهد نشوف هنعمله ازاي، هيتقال ازاي، الحركه عامله، يعني كانت الاجواء بصراحه اعتقد كانت باينه على الشاشه. يعني بيرجع سر كل هالنجاح إلى قصة العمل يلي اعتمد فيها صناع العمل على كوميديا الموقف، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم انتصار يلي بمجرد عرض حلقاتها أصبحت حديث الجمهور والسوشيال ميديا. فكرة ضيوف الشرف ووجودهم كل حلقتين ده بالاتفاق كده فكرنا نعمل كل حلقة ضيفة شرف. في الآخر رسينا على أن احنا ده يبقى أنسب حل، ان احنا نكون شبعنا من الضيوف الشرف في حلقتين. استاذ انتصار طبعا يعني انا وجهة نظري ان هي كانت لازم تبقى النهاردة بتعمل اعمال بطولة سواء في المسلسلات او الافلام، موهبة غير عادية، خف الدم مش ممكن، ذكاء والتزام واحترام واحترافية. انا عايز اقولك بس ان احنا كنا في اللوكيشن الناس بتموت من الضحك عليه. كوميديا اللي انا بحبها شخصيا واللي بكتبها انا وشيرين هي معتمده على كوميديا الموقف. انا شايف ان كوميديا الافيه عمرها قليل، وحتى الضحك بتاعها مش اكبر حاجه، بتضحك على الافيه وفقط. اما سيتويشن بيعيش وتقعد تتذكره وممكن تتفرج عليه مره واثنين وثلاثه.